أوائل الثانوية العامة ما بين الماضي والحاضر، إزاي اختلفت التحديات في الماضي والحاضر؟ يمكن هو ده عنوان فقرتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر، اللي يعني معانا فيها طالب وطالبة كانوا بيطلعوا من الأوائل زمان وكانوا بيفكروا يخططوا لمستقبلهم وحياتهم العملية بشكل مختلف عن الجيل الحالي تحديداً. صحيح يا أحمد، أوائل الثانوية العامة بين الماضي والحاضر، هو ده محور فقرتنا الأخيرة دلوقتي. هنسأل يعني فيها أسئلة كتير قوي، إيه اللي اتغير؟ إيه اللي استجد؟ معانا في الاستوديو دكتورة إيمان حافظ، مدرس مساعد بكلية الصيدلة الجامعة الألمانية، وواحدة من أوائل الثانوية العامة سنة 2007. معانا بقى هنتكلم الثانوية العامة بين الماضي والحاضر، معانا كمان سيف علاء الدين محمد من أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية السنة دي. صباح عليكم ومنورينا في صباح الخير يا مصر، وألف مبروك. شكرا. كمان سيف يعني حاضر فريش، يعني لسه جاي زي ما بيقولوا، لسه في المود. لسه في المود فعلا. لسه في المود. طيب، تحبوا نبتدي مع حضرتك يا دكتور؟ ناخد الماضي برضه بس يعني السيدات اولا. طيب دكتور ايمان، عاوز اعرف منك يعني ايه اللي اتغير في الثانويه العامه دلوقتي كمنظومه وكرحله تعليميه فاصله في حياه الطلبه تحديدا؟ سؤال عميق شويه بس يعني دكتوره بقى فلازم تجاوبينا. هو اللي ما اتغيرش ان هي لسه زي ما هي عبء طبعا وستريس على الاهالي وعلى الطلبه، لان هي نقطه فاصله طبعا في حياه كل طالب، يعني بتغير، يعني هي لايف تشينجينج بوينت، يعني حاجه بتغير مجرى حياته تماما، وخصوصا ان احنا في مصر يعني اغلبنا طبقه متوسطه دون المتوسطه، فده حقيقي نهايه المطاف. التعليم حقيقي هو راس مال اغلب الاسر المصريه، ده حقيقي. صحيح. يعني وده بيندرج عليا انا برضو، فهي لسه ستريس ولسه عبء يعني نفسي زي ما هي. ده اللي ما اتغيرش، اللي اتغير اللي اتغير الحلو بقى منظومه التعليم نفسها، نوعيه الاسئله، الطريقه اللي الطالب بيتقيم بيها في امتحانات الثانويه العامه اختلفت تماما عن الطريقه اللي احنا كنا بنتقيم بيها، وبقى واتفاجئنا في الجامعه ان احنا بنتقيم بطريقه مختلفه تماما عن الطريقه اللي كنا بنتقيم بيها في الثانويه العامه. حصل. دي كانت حقيقه. نفسي اسال يعني هنا نفسي اسال دكتور ايمان تحديدا، هل تمنيت ان انت تكوني موجوده في الفتره الحاليه؟ طبعا لان هي يعني اول سمستر، اول ترم ليا في الجامعه بعد ثانويه عامه عربي في مدارس حكومي، دي الحقيقه كانت حاجه كده زي زلزال شويه بجد، فبعد 16 سنه بندرس بطريقه معينه وبعدين ندخل جامعه، يعني هي في مصر بس جامعه اجنبيه برضو، نظام تعليمها زي التعليم الالماني، فوقتها بقى لما كنت احتك بالطلبه اللي هم مش ثانويه عامه، هم اوريدي متعودين على نوعيه الاسئله دي وكده، وقتها بقى كنت بتعلم من زمايلي بيذاكروا ازاي وبيستوعبوا المعلومه ازاي والحاجات دي كلها بقى. احنا كنا يعني اصلا انا نفس الفكره، يعني انا حتى لما خرجت من المدرسه ودخلت برضو جامعه كان نمط التدريس نفسه حتى نمط التقييم مختلف تماما. فدي من احلى التشينجينج بوينتس بجد اللي حصلت لي الحقيقه يعني، وهم محظوظين بيها دلوقتي. طب دكتور هكمل معاكي. هكمل معاكي برضو، ما شاء الله انت عندك 7 اخوات وما شاء الله الله اكبر 7 طب. طب ما بي هو 7 علمي، احنا اكتشولي كلنا 8، احنا كلنا علمي علوم. ليه؟ هو ابويا الله يرحمه يعني ويحسن اليه، هو الفضل اولا واخيرا لي، وكمان لامي ربنا يا رب يديها الصحه ويبارك في عمرها. انا اخويا الكبير كبير يعني، هو عنده 43 سنه ما شاء الله، صغير برضه. هو لا انا قصدي يعني كبير بالنسبه يعني ان احنا 8. دكتور كلامك جارح برضه، يعني فرق السن مش كتير قوي ما بيني وما بينه. هو استشاري نساء وتوليد، بعد كده اختي دكتوره برضو يعني نساء وتوليد وتنظيم اخرى اسره، وبعد كده اخويا صيدلي، كلنا ما بين طب وصيدله. فطبعا الفضل لابويا الله يرحمه، كان مهتم جدا بالتعليم وغرس فينا حقيقي حب التعليم، وكمان والدتي برضو ربنا يديها الصحه، هي كانت مهيئه يعني التفاني في البيت كأم مصريه ربه منزل، كل حياتها مكرسه لاولادها، فبجد هو الفضل اولا واخيرا لابويا وامي يعني. ربنا يا رب يبارك يعني فيهم ويرحم طبعا والد حضرتك. لكن خلينا نروح لسيف الشباب الواعد. يعني سيف، انت سمعت دلوقتي دكتور ايمان وهي بتتكلم وبتتكلم على ذكرياتها مع الثانويه العامه، وكانت بتحسدكوا شويه على الرفاهيه اللي بقيتوا فيها دلوقتي في التعليم، ايه اللي انت بتتمنى يكون موجود من جيل تحديدا لو بنتكلم في ثانويه 2007؟
والله شايف ايه المميز كان قبل كده في الثانويه اللي قبل كده ومش موجود عندك؟ هي في كذا حاجه يعني. هي النظام الجديد عامه في ميزه وعيب، او يعني ميزات وعيوب كتير، بس فكره ان هي من الحاجات اللي احنا فعلا كنا بنشتاق اليها في النظام الجديد، فكره ان احنا يكون عندنا مصدر واحد للاجابه وعندنا مصدر واحد للاسئله. يعني فكره هو ما فيش كده كده مصدر واحد للاسئله حتى زمان، بس فكره ان احنا في النظام الجديد نوعا ما بنعاني ان هو يعني هو مستو ان الدنيا بقت فعلا يعني هو بيخليك تعتمد على التفكير اكتر من الحفظ مثلا. بس هو فعلا فكره التفكير ده بقى فضح ناس وميز ناس، يعني ميز اللي فعلا كان يستحق يتميز بغض النظر حتى عن الطلاب. هنا ده بالعكس، انا شايف ان دي ميزه وميزه هايله، فكره اللي انت ما بتقيمش على نموذج محدد للاجابه وبالتالي بتاخد الدرجات لو في حرف غلط خلاص النموذج كله اصبح بالظبط. هي الفكره بقى المشكله بتبقى في مرحله الدراسه نفسها. ففي مرحله الدراسه هو الطالب بيعاني ما بين مدرس بيقول حاجه ومدرس تاني بيقول حاجه، وفي الاخر ما يوصلش الاجابه، وفي الاخر يخش الامتحان وهو على الله يعني جت ما جتش خلاص، يعني هعمل ايه في حياتي؟ اصل هو مش عارف يوصل الاجابه حضرتك يعني، وما فيش برضو معيار محدد. دكتور ايمن بص بتستعد ليا ترد. لا انا شايفها يا دكتور. اصل الموضوع ده انا سالت عليه بس لو يعني ما فيش موديل انسر يا سيف او ما فيش اجابه نموذجيه على اساس ايه بيتم التقييم؟ ما هي الفكره ان انا برضو ما بعممش على النظام كله. يعني انا بتكلم في يعني هي بتبقى يعني الطالب مثلا على ايام زمان كنا احنا بنسعى اعتقد ل 100% يعني، لكن فكره دلوقتي 100% بس ده كان زمان بيتجاب 101 بالظبط. يعني احنا دلوقتي من النظام الجديد بقى لنا 3 سنين ما فيش طالب على مستوى مصر كلها جاب 100%. دي ميزه، بس هي الفكره ان معاناه الطالب النفسيه ان هو واصل لغايه الامتحان وهو في حاجات مش عارف يفرق ما بينها ازاي ومش عارف. ومشكلتها والله انا مش بتكلم يعني الناس تقول مثلا لا انت كنت بتاخد مع مدرس غلط، يعني في مواد انا مشيت فيها يعني اتفرجت بتاع شروح 8 9 مدرسين عشان افهمها. ما هي بقى الفكره هنا اللي احنا عاوزين النموذج ده تحديدا هو بيبتعد عن الدروس الخصوصيه. هو بقى فيه يعني يمكن كان زميلنا موجود واحد من طلاب الثانويه العامه ومن الاوائل ودلوقتي ما شاء الله عليه برضو ناجح في جامعته، كان فكره بيتكلم اللي هو اعتمد على بنك المعرفه. فانت اصبح عندك وسائل اخرى بديله عن فكره الدرس الخصوصي لو انت قدرت اللي انت تلجا اليها فيها كم هائل من المعلومات. ويمكن كان معانا هنا في صباح الخير يا مصر المسؤوله او واحده من المسؤولين عن بنك المعرفه كانت بتتكلم على كمان المحاضرات الاونلاين اللي بتبقى موجوده وشرح المواد المبسط. ففكره في نموذج معتمد الوزاره نفسها معتمده في توصيل المعلومه للطالب. هو ده اكيد، بس هي الفكره برضو زي ما حضرتك بتقول ودي من الميزه، يعني دي بقى النقطه اللي هنتكلم عليها، دي من الميزه فكره ان الامتحان ما بيجيش من اي مصدر، الامتحان بيجي معتمد على فهم الطالب للماده. ودي طبعا حاجه اتهرت كلام بس فعلا هو ده الحقيقه، يعني هي تهري الكلام بس هي الحقيقه. ففهم الطالب للماده والحمد لله يعني بصراحه انا عن نفسي لما حليت امتحانات السنه دي عن امتحانات السنتين اللي فاتوا، لا انا حسيت ان الامتحانات صعبه وبرده معظمها عشان ما عممش يعني الامتحانات صعبه بس بتتحل. في حاجه محدده اي نعم، في حاجات مواد لقيت انها ناقص فيها من غير ما افهم ليه بالظبط قوي، بس في الاول وفي الاخر الحمد لله نزلوا لنا نموذج اجابه من قريب فدي ميزه كبيره جدا برده. لكن فكرة ان حتى يعني اعتقد بنك المعرفة هو يعني الهدف بتاعه ان يوصل الفهم مش يوصل المعلومة، مش فكرة التلقين يعني حد يلاقيك او تحفظ. وحتى فكرة يعني كان في واحد زميلنا من اوائل الجمهورية علمي كان قال نقطة جميلة جدا جدا، يعني فكرة ان انت حتى انت ما بتلقنش، يعني فكرة ان احنا كنا بنعتمد ان احنا عندنا حاجة اسمها نواتج تعلم. نواتج التعلم دي فكره ان هو ده اللي انت هتفهمه من النقطه دي. مشكله ان احنا حتى دماغنا اتبرمجت ان احنا حتى نحفظ نواتج التعلم، يعني اللي هو مثلا انا عندي معلومه معينه فهمت نواتج التعلم بتاعتها فخلاص انا كده خلصت. لا، هي الفكره ان انا افهم ازاي وصلت لنتيجه التعلم دي. صحيح. فلما دماغي تمشي يعني الترين اوف ثوت بتاعي يمشي في السكه دي كذا مره، لما يجي سؤال حتى لو هو مختلف تماما في الامتحان انا الفكره ان انا الوصله بتاعه دماغي بقت عارفه توصل للمعلومه. عارف تفكر يعني زي ما تكون عارف يعني عارف تحدد نقاط ومعايير تصل بيها لنتيجه. بالظبط. لا انا اسف، انا حقيقه انا معجبه بيه جدا والله العظيم ما شاء الله. وحاسه ان انت متحدث رسمي، حاسه يعني حاسه في شخص لابق جدا بيتكلم قدامي، فانا عايزه اعرف منك بقى، عندي فضول اعرف انت عايز تعمل ايه بعد كده ككليه. انا بصراحه في الاول خالص كنت عايز ألسن.
يعني انا بحب اللغات جدا عامه، يعني اللغات من حسيت ان انت السلك الدبلوماسي لا هو يعني بعيد عن السلك الدبلوماسي انا بحب اللغات، يعني بحب تعلم اللغات اصلا افهم، يعني يعني هي كلمه كبيره بس مش كبيره، يعني فكره فلسفه اللغات عامه، الشعوب بتتكلم ازاي، احنا ليه يعني مثلا احنا ليه بننصب المفعول وبنضم، يعني هي حاجات ما بيبقاش ليها تفسير قوي بس ان هي بتبقى بالظبط تحب التفاصيل اللي هي المتعلقه باللغات. لكن يعني برضو هخش في تفصيله بسيطه، يعني فكره من الحاجات اللي بتبهرني مثلا ساعه لما كنت باخد الماني اشوف ان الالماني بيفكر في الثلاجه ازاي، الثلاجه عنده دولاب ساقع حرفيا، يعني هي كول ساقع وشخانك يعني دولاب، فهو الثلاجه بالنسبه له دولاب ساقع حضرتك يعني. فاحنا لما تيجي تترجمها للعربي فكره ان الواحد يشوف الشعب ده بيفكر ازاي من خلال لغته والشعب يعني داخل في اللغات والثقافات والتاريخ، يعني ده دي الموضوع دي فكره لغات عميق يعني فكره اللغات عامه حاجه ممتعه جدا بالنسبه لي. وبرده تاني حاجه اي نعم انا ادبي بس بصراحه انا بحب الماث برضو ليا في الماث، فانا كنت عايز ألسن طبعا مع موضوع المنح بيبقى في ضغط اسري وفي نفس الوقت ضغط نفسي ان انا مش عايز اضيع المنحه يعني فانا بقيت محتار ما بين ثلاث حاجات دلوقتي برضو لسه ما قررتش ما بينهم قوي. واول واحده بيزنس انفورماتكس، دي ميزه ان هي بتجمع ما بين سي اس وبيزنس والبيزنس، وتاني حاجه جرافيكس اند ديزاين، ولاني ماليش موهبه في الارت بس انا بحب الفكره الابداعيه اللي فيها، فكره ان انا ابدع حاجه. وثالث حاجه لغات، حاجه ليها علاقه باللغات. انا عاجبني دماغك برضه بصراحه يا سيدي. دكتور ايمانو كانت في الاول عاوزه ترد بعد كده لما سمعت اعتقد يعني اقنعنا كلنا يا دكتور بصراحه. كنت عايزه اضيف بس ان هو ادبي، فهو لما بيتكلم عن الاسئله وكده يعني هي الاوبن كويستشنز دي اللي ملهاش موديل انسر، ملهاش اجابه نموذجيه اكيد في الادبي العلوم الانسانيه بالظبط اكيد ازيد، لكن اكيد علم علوم اكيد في موديل انسرز مواد علميه وكده طبعا. لا ما فيش فيها يعني فيش فيها مجال للتفكير يعني طبعا اكيد، بس برضه يعني هي ممكن يعني هو في ادبي قطعا اكتر شعبه فيها الكلام ده بس يعني وبدليل المجاميع، يعني احنا اولى جمهوريه تقريبا 95.5 او اول جمهوريه علمي علوم تقريبا ده اللي اختلف لكن هنا عاوز اعرف من دكتور ايمان سريعا فكره الوسائل التكميليه اللي اصبحت موجوده في النظام الجديد في الثانويه العامه زي بنك المعرفه وغيرها، لو كانت متاحه ايام حضرتك كانت هتفرق معاكي؟ طبعا هم محظوظين قوي ان بقى في انفتاح رهيب وتطور رهيب من اول بنك المعرفه، الويب سايتس والسوشيال ميديا، كل السوشيال ميديا والابلكيشنز كلها في تراك بجد يعني تخلي الطالب يستغني تماما حتى عن الدروس الخصوصيه، ف يعني كلها حاجات بتشجع قوي السيلف ليرنينج اللي هو التعلم الذاتي، او حتى ان هو يعني تساعده كويس قوي وصاد المدرسه يعني. فلو ده كان موجود ايامنا اكيد كان هيفرق معانا. احنا يا دكتور اتعلمنا ذا هارد واي زي ما بيقولوا، بس هو يعني بالشكل النمطي للتعليم، ويمكن كل وقت ليه شكله، كل وقت ليه معايير نجاحه، كل يعني كل شويه كمان كل دفعه او كل مجموعه او كل جيل بيتاقلم حتى مع طريقه التعليم يعني بيبقى موجود فيها. وانا كمان شايفه ان سيف متفق جدا مع كلام حضرتك وعمال يعمل كده وانت بتتكلمي، فانا سعيده ان انت مبسوط يا سيف. بالظبط احنا للاسف علشان وقتنا فلابد ان احنا نختم، لكن انا عاوز في الختام توجهي رساله لسيف ولزمايله وهما بيكتبوا الرغبات. اوكي، هو سيف قال يعني ريح نفسه وحصر نفسه ما بين ثلاث اختيارات. هو انا شايفه ان اوائل الثانويه العامه موفقين جدا بالفرص اللي معروضه عليهم. صحيح. والحقيقه انا مش يعني انا دايما بنصح مش بس تختار انت حابب ايه، تختار انت اللي انت حابه ده هتدرسه فين، لان المكان بجد مهم قوي قوي قوي. صحيح. ولو انا كتجربه شخصيه انا في الاول كنت كليه طب سوهاج، والحمد لله سحبت اوراقي بعد شهر، مش بذم خالص في كليه الطب طبعا ولا في جامعه سوهاج، بس بحس ان في الاقاليم عموما في فرصه كبيره قوي ان هم يجوا للقاهره وجامعات القاهره، وخصوصا الجامعات الاجنبيه اللي فاتحه في القاهره، بجد هي حاجه انفتاح على العالم كله، بتقابل طلبه من كل الجامعات، الدكاتره اللي بيشرحوا في شراكات جديده عاملاها الدوله ووزاره التعليم العالي مع جامعات كتير. فهي بجد هي بوابات على العالم بالمعنى الحرفي للكلمه، فحقيقي يعني لازم يدرسوا الموضوع ده كويس قوي. يعني نصيحه ياخدها سيف وزملائه بعين من الاعتبار اعتقد يعني. بنشكر حضرتك الدكتوره ايمان حافظ، مدرس مساعد بكليه الصيدله الجامعه الالمانيه، وواحده من اوائل الثانويه العامه سنه 2007. وكمان بنشكرك سيف علاء الدين محمد من اوائل الثانويه العامه الشعبه الادبيه السنه دي. شكرا سيف، وانا فخور ب يعني مستوى تفكيرك تحديدا. شكرا لوجودك وبالتوفيق دايما يا دكتور. شكرا. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح